تكاد أم حسين لا تصدق أنها بين ليلة وضحاها خسرت ابنها البكر فلذة كبدها. شهور طويلة كان أمضاها حسين عز الدين في مستشفى شتورة، حيث تم نقله بعدما صدمته شاحنة من نوع بيك أب في مسقط رأسه، ما أدى إلى إصابته بكسور في الرأس. وبعد خضوعه لعملية جراحية كللت بالنجاح، غادر حسين المستشفى وعاد إليها بعد 3 أشهر، وتحديداً في 19 من كانون الثاني الماضي، وذلك لإجراء عملية زرع عظم في رأسه. وهناك حصل ما لم يكن متوقعاً. رحنا على البيت، ما عاد عرف شي ابنه، لو عاد عرف امه، لو عاد عرف ابوه، لو عاد عرف طلع الحمى، ما عاد عرف شي ابنه. ضوع، حط له جهاز من راسه على بطنه، كمان نفس العمليه، ضوع بزياده، يعني كان منيح شوي، روح فرد مره. من 1 أدوار ل10 أدوار عمل له 7 عمليات. وفي المحصله اقر الحشيمي عجزه عن تشخيص وضع مريضه الذي تدهورت صحته بشكل كبير وفقد وعيه اثر ارتفاع حاد بدرجه الحراره فاق 40، ما اضطره الى استخراج الجهاز والعظم الذي تم زرعهم في راس حسين. يفوتوه على العنايه، يجيهم مريض، يطلعوا لابني على الغرفه ويقطعوا المريض، ثاني يوم يتدهور ابنه يرجع يطلعوا المريض ويقطعوا لابني على العنايه، يعني يشتغلوا فينا مثل ما بدهم. وفجاه قررت إدارة المستشفى وضع حسين في غرفة عزل دون شرح الأسباب. أمضى حسين 15 يوماً في غرفة العزل قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث كان من المفترض بحسب ما أكده الدكتور الحشيمي أن يخضع لعملية جراحية، لأنه تبين أن هناك عظمة مكسورة في جمجمته وتحديداً تحت أذنه على حد تعبيره. أول ما رح قالوا لي بدك قدم انتهى، لشو جايبين لهار؟ والله حرام عليهم والله. دماغه قال لي من قوة الالتهابات، قال لي دماغه مضروب. لأنه ابني ما كان مع الصحايا، بس كان مريض اسمه جوزيف حداد، نايم على نفس التخت اللي نايم ابني عليه. بعد فترة قالوا لنا مع الصحايا. وفي اتصال مع شقيقة جوزيف، أكدت لنا أن أخيها كان يعاني فعلاً من التهابات قوية جداً في السحايا. بيت عنده التهابات قوية جداً. بالسحايا كمان وهيك؟ حسين فوتوه على الغرفه اللي كان فيها جوزيف، بس طلع منها على الغرفه بعدها غرفه عاديه. يعني تصور اذا عناية ولعت هالالتهابات كلها، لو انه بالبيت ما كان اشرف له احلاله، كان والله العظيم اشرف له احلاله بالبيت. قلبناش الوزير والده فاول انه شو في هالموضوع. ووسط كل تساؤلات والدي حسين المفجوعين، قصدنا مستشفى شتورة للحصول على الأجوبة الشافية، إلا أن الطبيب المعني بملف حسين الطبي لم يحظى بحق الرد، وذلك بسبب عدم حيازته على موافقة نقيب الأطباء على الظهور الإعلامي للتحدث في الملف، وذلك تحت طائلة الإحالة إلى المجلس التأديبي كما أفادنا محامي المستشفى. على الرغم من كل الحملة الإصلاحية التي يقوم بها وزير الصحة وائل أبو فعور، يبدو أن الواقع الاستشفائي في لبنان من سيء إلى أسوأ، وخصوصاً في المناطق البقاعية، والتي سبق لنا أن سلطنا الضوء على وضع بعض مستشفياتها المأساوي، بحيث يتعامل القيمون عليها مع المرضى وكأنهم سلع كمالية متناسين دورهم ومهمتهم الإنسانية. ويبقى السبب الأول والأخير غياب الرقابة الدورية والمساءلة الفعلية والمسؤولة. من أمام مستشفى شتورة في البقاع، باسكال بطرس، قناة الجديد.